ايش قد صار لك من رجعت على هذا المحل؟ صار لي 4 أشهر. نعم. ايش قد صار لك بهذا المحل؟ صار لي 30 سنة بهذا المحل. هذا المحل مالك؟ نعم. وبعد ايش عندنا هون المحلات مع الاخوان الموسيقيين؟ موجودين محلات اخوالي موجودين بس ما رجعوا. ايه. فهو السوق كان ايام زمان يعني كثيرين مسيحيين بينه. حاليا بس انا. بس انت. الحمد لله. زين البقيه ما بتخليهم يرجعوا يعني هسه رجعت يعني رجعت المحلات. وأمن وأمان موجود يعني؟ نعم الأمن موجود بس الوضعية الاقتصادية يعني الحركة الاقتصادية ضعيفة بالأيمن. نعم. أشوف تشوف معاملة الجيران أصدقائك؟ كلش حلوة معاملتهم حلوة و... ويرحبون على طول بي، الكل يرحب بي. بس حاليا أش تشتغل؟ يعني شغلات المنزلية مناقل ما مناقل وأشياء شغلات الموسمية اللي تمشي ننتجها. نعم يحتاجون مناقل ما مناقل فهاي شغلاتنا ننتجها. الأقبال عليك الشغل الحمد لله يعني أسع شوية يعني قغب رمضان شوية أكو حركة. أحد الحديدين نشوان شقماقشي؟ أي تحدثت عنه؟ أي خوش ولد نشوان ممكن أولاد صاحنا بهذا السوق أنا وهو وأخون وأخون الأخ شامل أخون ومعاي تربينا بهذا السوق احنا نشتغل بالحداده بالمناقل والمنيقل والاشياء قواعد من مبرده والطباخات كلها اشتغلنا انا وهو. زين اشتغلت عودته يعني بالسوق؟ خوش ولد خوش انسان. اي والله رجعوا على الوالد كلهم يرجعون يرجعون مثل ما قبل كان يرجعون على محلاتهم يجون يرجع السوق الباب السراي والحدادين والعطارين نتمنى كلهم يرجعون على على بيوتهم وعلى محلاتهم. يعني لا رجعوا المحلات بس شوية عرفت طبعا شلون هسه على اهل الحمدانيه الباحه جو يعني العوائل نزلوا الباحه سووا قوموا من العطارين ورجعوا والله شفناهم كيفنا الله وكيف يعني انا من الناس شفتهم كيفت قد على الوايه يوميه يجون يسوقون لان حتى تصير حركه بالسوق وهذا نشوان خوش ولد والله خوش ولد والله نشوان ماكو منه وخوش ولد وعلى الوايه هو واخون الله والله